كلما ذهبت أبعد في بغداد تتيقن أنك لست أمام عمارة فحسب، بل أنت أمام مدرسة معمارية اجتمعت فيها مدارس العمارة العالمية، وهي في ذروة تفاعلها الفكري والفلسفي في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. والتر غروبيوس كان أحد رواد الحداثة العالمية التي وضع زبالتها في جامعة بغداد. من توثيقنا لجامعة بغداد تحدثنا عن عمارة غروبيوس والفكر الذي بنى عليه فلسفته المعمارية. اليوم سنتحدث عن عمارة الجامعة وما أراد غروبيوس أن يقوله فيها. ذكرنا في الجزء الأول أيضاً أن غروبيوس درس المعماري نزار جودت في جامعة هارفارد، وحين أصبح والد نزار هو السياسي جودت الأيوبي رئيساً للوزراء، استدعى غروبيوس إلى بغداد ليكلفه بتصميم مشروع الجامعة عام 1957، أي في الفترة التي شهدت تصميم أهم مشاريع الدولة العراقية الحديثة. النمط اللي سواه غروبيوس اللي هو حاول يعكس فكرة أنه المدينة التقليدية بتجريد، يعني جردها ونقل الاستعارة أنه فكرة الفضاءات، أنه أنا أتمشى بفضاءات بها تدرج وظيفي، تدرج فضائي. أنا كطالب يعني من أني أجيب جامعة بها open spaces هواي، الفضاءات مالتها مدروسة، فبالتأكيد راح تنعكس يعني على علي شخصيا. الأول ما شخص يدخلها ما توقع راح يحس هالقد بهاي المشاعر، بس لما يدخل بالداخل راح يحس انه هي مثل لغز. احنا 5 سنوات يلا يمكن قدرنا نستوعب شويه من الفضاءات الموجوده، لانه كل ما تروحين اماكن هي تحسين اكو ممرات، اكو مثل فتشي يعني متاهه. خلينا نقول يعني ذكرنا سابقا انه هي مصممه يعني من النسيج البغدادي القديم، لهالشيء انه اثر بشخصيتنا كطلاب معماريين، صارت يعني كحجر أساس لنا. يعني طوال ال5 سنوات إحنا ندرس العمارة متأثرين بتصميم جامعة بغداد. أي مكان تروحي له تحسين إنه هو إلتش، أنت منتمية إله. من تروحين تقعدين بكافيه هي هاي كافيه، من تروحين تقعدين بكلاس هو كلاس. يعني كل شيء إله هو خصوصيته ومكانه، يعني أي شيء تروحي له هو بذاته هو مصمم لهذا الشيء اللي انت رايحة له. يعني اقل مشكلة تصير عندنا بالتصميم يقولون لنا روحوا شوفوا فلان زون بالجامعة، روحوا شوفوا شلون متعاملين بالتصميم. يعني التفصيل هو جدا معقد، مو بسيط ومدروس، هو من بداية الكونسبت الفكرة تطبيقه على البيئة العراقية وعلى الطلاب، بحيث نفسية الطالب ما تكون منزعجة، تكون منشرحة بالكورتات المسدودة الكورتات المفتوحة، بحيث التخصيص والعامية للطلبة. شلون الفضاءات هي النسب مالتها، يعني شلون مدروسة، شلون هي human scale، تراعي يعني المقياس الإنساني. دائما أقولهم الأصدقاء إنه هي تكون يعني شلونها تنطي إحساس إنه هي أليفة مكان مألوف. هذا التصميم مع الكلية إنه يعلمك التصميم المنطقي، إنه كل شيء موجود لسبب، كل شيء هو مصمم، سواء فضاءات سواء عناصر معمارية تكوينات معمارية كلها موجودة لسبب. علمني إنه أصمم بمنطقية.
الإنسان لو هو مو معماري أو ما فاهم طبيعة الحركة أو طبيعة الكتل أو طبيعة كل شيء بالجامعة، هو مرتاح بس ما يدري ليش، بينما إحنا كمعماري ندري ليش مرتاحين. إحنا يعني نفوت أو نمر من نفس الأماكن كل يومية، بس تحسين إنه كل يومية تفوتين من نفس المكان بس ما ينطيش نفس الشعور. يعني you live يعني a total different experience every day although يعني إنه أنتي ده تمرين من نفس المكان، فشي كلش حلو. لأنه معماري من نمط مختلف لم يقع غروبيوس في خطأ الكثير من المعماريين الأجانب، فهو لم يجعل من الجامعة مشروعاً لأفكاره الأمريكية أو الألمانية، بل صنع عمارة خاصة بالمكان ولكن بتوقيع والتر غروبيوس. عن طلاب هندسة العمارة، طبعاً هني عم يدرسوا بمبنى يعني يدرس، فكيف هل بيعتبروا هذا المبنى مثلاً مرجع بالنسبة لإلهم مثلاً طول فترة دراستهم؟ أي طبعاً، يعني إحنا مثلاً ندرسهم هذا في صف الرابع اللي هو يعني عندنا أحد الدروس، هم يأخذوه كإكزامبل في أكثر من درس بصراحة. يعني في نظرية العمارة مثلا يكون واحد من الأمثلة على عمارة الحداثة أو الباوهاوس، لأنه إحنا ندرسهم كل النظريات المعمارية، فمن نوصل إلى عمارة الحداثة هذا تجسيد واضح لعمارة الحداثة. يقال إنه غروبيوس صمم الأثاث اللي موجود بالجامعة، هل بعده موجود هذا الأثاث لليوم؟ إيه إلى حد ما، يعني أجزاء كبيرة منه بعد لا زالت موجودة، الكراسي القاعات، هاي الكراسي اللي إحنا قاعدين عليها، هذه يعني ماتيريال الجدران، كثير من الأثاث، السبورات، التغليف مالت الجدران الداخلية، كثير من الأثاث لا زالت موجودة لأنه متينة جدا، يعني اختارها بعناية. فهذه بالحقيقة هو فكر الباوهاوس، فكر الباوهاوس أنه كيف أطبق الأفكار المعمارية، كيف أنظر للعمارة كحرفة، كيف أصنع الفضاء اللي فكرت به أو اللي صممته. فهنا أكو موازنة بين التفكير بالفضاء وتصميمه وبين صناعته. ففكر الباوهاوس يحتم على المعماري أن يفكر بأدق الأجزاء بما فيها الأثاث، يعني حتى يتناسب كماتيريال وكميكانيكية عمل وكبروبورشن مع الفضاء اللي صممه. دكتورة شدا، كيف بتوصفي تفاعل الطلاب بمباني الجامعة على الكامبس؟ أنا أشوف أنه أكو تفاعل قوي، يعني في تفاعل قوي بين الطلبة وبين الأجواء أو الفضاءات سواء كانت خارجية أو داخلية، لأن هذا أساس أو هدف تصميم الجامعة. يعني كان الهدف من تصميمها أنه تلبي طريقة بالتعليم مختلفة عن الطريقة الحالية، يعني اللي هي طريقة التعليم الحر أو طريقة التعليم التفاعلي.
دكتورة، شكل الجامع مميز وفريد وحتى لونه، شو قصة هالجامع وليش صمم بهاي الطريقة؟ طبعاً إحنا كنا نعرف المسجد أو الجامع في كمبنى في العمارة يمتلك بعض الخصائص أو العناصر اللي تشكل هويته. واحدة من هاي العناصر القبة، يعني كعنصر تسقيف اللي يسقف قاعة المصلى الداخلي، والمئذنة أيضاً واحدة من العناصر، وبعض الأقواس اللي تكون هي بمثابة بوابات. أو اللي حدث هنا أنه كروبيوس أخذ عنصر القبة ووظفه ليس كعنصر بل كمبنى بالكامل. يعني هذا العنصر بدل ما يكون هو عنصر تسقيف صار هو كل المبنى، واللي يشكل كل فضاء المسجد داخل وخارج. وهذه جرأة بالحقيقة، يعني جرأة تصميمية أنه يختار هذا العنصر ويشكل منه كل المبنى. لكن الآن هو عنصر القبة هو عنصر تسقيف، يعني يفترض أن يكون مستند على الفضاء، أما يكون مربع عادة. من صار هو كل المبنى يفترض أن يستند على الأرض. فاللي اشتغله كروبيوس أنه حاول يفرغ أجزاء من هذه القبة على شكل أقواس، وبقت بعض النقاط. هاي النقاط هي صارت عنصر الاستناد على الأرض، ومع ذلك ما وقعها على الأرض، وقعها على مسطح مائي أو بحيرة مائية حتى يعطيها نوع من القدسية أيضاً، وينطيها نوع من الخفة. حين وضع غروبيوس مخططات الجامع ما بين عام 1959 وعام 1961، كتب عما أنجزه. لا نعرف إن كان من سوء حظ غروبيوس أم من سوء حظ العراق أن تتخلل المشروع ثلاثة انقلابات عسكرية دموية، لكنه لم يستسلم ومضى بالمشروع إلى آخره. إجت ثورة 58. ثورة 58 إجت بناء على ثورات الطلاب السابقة، فرادت الثورة تكافئهم، فتم مكافأتهم أيضا بنفس المصمم بس بفارق بسيط، أنه الجامعة اللي كان المفروض تصير 1000 طالب قالوا لهم تصير 10,000 طالب. فتوسعت بالمرافق. التصميم الأول لا شك كان تصميم جيد، بس لم يكن أبدا متميز، يعني ماكو بأشياء خارقة أو إبداعية، لا، الإبداع جاء وراء التصميم الثاني. كان انقلاب بكل معنى الكلمة في التصاميم. التصميم يحوي على مباني أكثر، يحوي على لاندسكيب جميل، ويحوي على مفردات معمارية نادرة، يعني كأنه هو من دي يسوي جامعة بقدر ما دي يسوي بوبليك بارك. دكتورة، شو سبب وجود هاي القناة من الماء اللي هي بتحيط بالجامعة؟ هو عادة الخندق المائي عنصر دفاعي موجود في المدن القديمة، يعني خاصة المدن العراقية القديمة كلها كانت محاطة بخندق مائي وسور أيضا، يعني كان سور وخندق وأحيانا الاثنين معا. يعني مدينة بغداد المدورة كان بها سور وحولها أيضا خندق مائي لأغراض دفاعية. فكروبيوس استعار هذا العنصر وحاول يعني يبرز الاحتواء
بشكل أكبر ويحيط هذا الكامباس بهذا الخندق المائي، وأيضاً هو لاندسكيب لطيف يعني ويلطف الجو لأنه هذه وحتى كانت ب يعني مجموعة أسماك أو هالشكل أو أسماك زينة أو كذا. أنا لفت انتباهي وأنا وأنت عم نتمشى أنواع الأشجار المختلفة الموجودة، يعني حتى الريحة بطرق معينة بتختلف من هون لحتى نفوت للجامعة لجوا. فخبريني أكثر عن موضوع الأشجار. قسم من هاي الأشجار هي أصلاً موجودة بالمكان، لأنه هو هذا كان جزء من بستان أو بستان كبير. فأشجار النخيل موجودة، أشجار الزيتون موجودة، السدر موجود، لكن استورد أيضاً أشجار أخرى ما موجودة بالعراق، وأنتوا رح تلاحظون أنه موجودة فقط في جامعة بغداد. صح. فهذه استوردت خصيصاً حتى تحل مشكلة الظلال وتحل مشكلة تلطيف الجو وكذا. فهذه الأشجار العالية هي كلها تم استيرادها. زائداً تعشقت هي أشجارنا اللي هي النخيل والسدر، اندمجوا سوا. برج الأساتذة هو المعلم الأشهر للجامعة، فهو يظهر واضحاً أينما كنت في بغداد. برج الجامعة هو البرج أو التاور بشكل عام، من الناحية التعبيرية هو لاند مارك للمدينة ككل. يعني المدينة العربية عادة فيها لاند مارك عمودي المتمثل بالمئذنة. الآن عكس، هو كانت أكو استعارة من كروبيوس أنه عكس هذا اللاند مارك في هذا التاور اللي هو برج الأساتذة، فصار هو المعلم أو هو اللاند مارك اللي من خلال مناطق عديدة وبعيدة في المدينة ممكن نشاهده. فصار هو المحور بصري كما كانت المدينة العربية الإسلامية محورها البصري المأذنة. تتكون جامعة بغداد من تجمعات قائمة بذاتها، مع مساحات خضراء واسعة ما بين المباني التي تبدو للوهلة الأولى مختلفة عن النسيج الحضري الكثيف لبغداد التقليدية. نحن هلا بالمدخل الرئيسي للجامعة مباشرة تحت القوس. شو قصة القوس؟ القوس كنا نعرف انه هو رمز من رموز العمارة العربية والعراقية تحديدا، ورمز حاضر بشكل كبير سواء كان في المداخل، في البوابات، في الفتحات. كروبيوس استلهم عنصر القوس ووظفه كمدخل، مدخل لهذه المدينة، ولكن استخدمه بطريقة تجريد عالي، يعني ما استخدم بأي تفاصيل، لا نقوش ولا تفاصيل توحي بحقبة معينة. تعرفين الأقواس أنواع وأشكال، هو حاول يشتغله بحيادية عالية بتجريد عالي، خلاه يعني ربطه بمسار. هذا المسار أيضاً مع هذا التكرار بهذه الاتجاهية انطت هذه القوة أيضاً وهذا الترحيب. هذا المسار عائم على مسطح مائي، فبالتالي انطانا إحساس بالعبور إلى منطقة أخرى، يعني من وإلى. خاصة أنه هذا الخط اللي بالنص بيعطيك هيك انه تستمري لأكسس، يعطينا اكسس للدخول الى هذه المدينه ويعطينا اكسس الى السماء ايضا. يعني صح. كان من مهام الجامعة جلب العراق إلى العالم الحديث،
وكذلك كانت مهمة والتر غروبيوس. إلى اللقاء.